الفاتيكان يعلن بوضع اليد الأب بيير باتيستا بيتسبالا رئيس أساقفة، وقد أعلن ذلك يوم السبت الماضي في مدينة برغامو الإيطالية، حيث تمت ترقيته إلى رتبة رئيس أساقفة لاستمرار العمل على تدبير مهمته كمدبر رسولي على أبرشية القدس التي تضم كافة الأراضي المقدسة. وكان ذلك بوضع اليد خلال مراسم القداس الإلهي الذي ترأسه مندوباً عن قداسة البابا فرانسيس رئيس مجمع الكنائس الشرقية الكاردينال رونالدو ساندري، وعاونه البطريرك السابق للاتين البطريرك فؤاد طوال وسيادة المطران فرانسيس بيسكي أسقف برغامو في كاتدرائية القديس ألكساندر. Fondi ora sopra questo eletto la potenza che viene da te, o Padre, il tuo spirito che regge e guida. Tu lo hai dato al tuo diletto figlio Gesù Cristo ed egli lo ha trasmesso ai santi apostoli che nelle diverse parti della terra hanno fondato la Chiesa come tuo santuario a gloria e lode perenne del tuo nome. O Padre, che conosci i segreti dei cuori, concedi a questo tuo servo tu possa meritare l'incorruttibile corona di gloria. Ricevi il pastorale, segno del tuo ministero di pastore. Abbi cura di tutto il gregge nel quale lo Spirito Santo ti ha posto come vescovo a reggere la Chiesa di Dio. E allora adesso tutti si alzeranno in piedi e il cardinale, con questo applauso, inviterà il nuovo vescovo a sedere alla sua destra. Quindi Monsignor Pizzaballa, deposto il pastorale, riceve dal cardinale e da tutti i vescovi l'abbraccio e il bacio di pace. Grande festa. و
وخلال الاحتفال الذي شارك فيه الأساقفة والكهنة القادمون من كافة بلاد العالم وخاصة الأراضي المقدسة، حيا رئيس مجمع الكنائس الشرقية الكاردينال ساندري الحضور الذين قدموا لأجل مشاركة الأسقف الجديد في ترقيته لهذه الخدمة المقدسة. رئيس الأساقفة الجديد بعد مراسم الاحتفال المهيب شكر الجميع على مشاركتهم الصلاة وقدم الشكر بشكل خاص إلى عائلته وأهله. وفي نهاية الاحتفال قدم رئيس الأساقفة الجديد الشكر إلى البطريرك فؤاد طوال بطريرك القدس السابق وإلى كل الأساقفة والكهنة وطلب أن يصلوا الجميع لأجله كي تكون خدمته للجميع، وقال: أنا متأكد أننا معا سنخدم الرب. كما وشكر رئيس الأساقفة المبعوثة باسم بطريرك الروم الأرثوذكس للأراضي المقدسة غبطة البطريرك كيريوس ثيوفيليوس الثالث الذي قدم من الأراضي المقدسة وألقى كلمة نيابة عن غبطته داعيا له بالتوفيق في خدمته الرسولية الجديدة في الأراضي المقدسة. وفي الختام صلى سيادته من أجل السلام في العالم وخاصة من أجل السلام في القدس وعموم فلسطين والبلاد العربية، كما صلى من أجل الوحدة الكنسية حيث أضاف أن التنوع غنى وليس انقسام. فلنصلي من أجل أن نكون واحدا بحسب ما قال سيادته الذي اختار شعاره الأسقفي صارخا مع بولس الرسول: تكفيك نعمتي يا رب. Very important day for not just only for me but for all the Church of Jerusalem. New bishop, new life. I wish to bring to Jerusalem the spirit of the gospel that is for everybody. And to give hope for all our Christian community in Jerusalem. الأسقفية بحد ذاتها هي نعمة كبيرة بحد ذاتها، وإلها نعم خاصة مرتبطة فيها. أملنا بهذه النعم حتى تساعد هذا المسؤول الجديد المدبر الجديد على مجابهة كل ما عندنا من تحديات من مشاكل. أهنئ سيادته باسمي وباسم كافة أبناء البلدة والرعية خاصة بهذه الصيامة، آملين له بنعمة الروح القدس أن نعمل معا كهنة وأساقفة وعلمانيين من أجل الخير العام لبطريركيتنا ولمدينتنا المقدسة، لدولتنا فلسطين ولكافة مدن ودول الأبرشية التابعة لأبرشية القدس وللبطريركية اللاتينية. مبروك، مبروك للقدس، مبروك إله. طبعا مهمة مش سهلة، بنتمنى له كل التوفيق، بنتمنى له كل خير، بنتمنى أيضا لأبرشية القدس كل توفيق وكل نجاح وكل محبة. بنصحبه بصلواتنا، بنكون معاه بصلواتنا. It was very beautiful and we are very happy for our new administrator became Archbishop. And was a very very moving celebration. And also a speech, and it was very, very moving. We are proud to have him like a new administrator, and we hope to with him to make good things. God send him through the Pope, so he will serve the Church of the Holy Land in a very, very good way. So we are very happy. All the priests. I am Italian, so. I am very happy also to have him. He's Italian, so will be good also for us and for all the Church of the Holy Land, not just for the Latin Patriarchate, but it will be very important for all the Church of the Holy Land. كتير مبسوطين. هو الرئيس العام القديم لنا لمدة 12 سنة، عمل بكل حيوية وبكل نشاط، ونأمل اليوم كمان في وظيفته الجديدة كمدبر للبطريركية اللاتينية انه يكمل بنفس الروح الحيويه ونفس روح الشباب اللي عهدناها فيه. ورب يوفقه، حكى كلمه كثير رائعه: تكفيك نعمتي. انا بعتقد انه هو بيتكل على نعمه الرب من اجل تاديه المهام الموكله له. والف مبروك لمونسينيور بيير باتيستا وللبطركيه ولنا جميعا. فيها دعاء وابتهال للروح القدس ان يملا الأسقف والمدبر الجديد لكنيسة القدس بروح الحكمة، روح الفهم، روح المشورة،
حتى يكمل مسيرة الكنيسة الأم وكنيسة الرسل وكنيسة المسيح ومن أجل خير الشعب الموجود في هذه الكنيسة. أتمنى له التوفيق، سيكون في صلاتنا كما نحن على يقين بأننا نحن كذلك جميعا في صلاته اليومية. بهذه المناسبة منقول تبارك الآتي باسم الرب، ما أجمل أقدام المبشرين بالسلام المسمعين بالخير. أكيد الرب بعته لخدمة الكنيسة، والكنيسة يعني كل إنسان بحب السلام بحب الخير. المدبر الجديد جاي حتى يخدم شعب الأرض المقدسة، مسيحيين ومسلمين ويهود وكل الناس اللي الطيبين اللي بحبوا الخير وبحبوا السلام. باسم القيادة الفلسطينية وباسم سيادة الرئيس نهدني الأباتيستا على الثقة التي أولاها له قداسة البابا فرانسيس، ونتمنى له كل النجاح والدعم، وطبعا نقول له أننا نحن معكم بالتحديات، والتحديات كبيرة بالدرجة الأولى بإنهاء الاحتلال، وبالدرجة الثانية الوجود والحضور الفلسطيني المسيحي في الأرض المقدسة. نتمنى إلنا جميعا ولكنيستنا كل خير وبركة ونعمة من ربنا مع المدبر الرسول الجديد، كلنا معه وكلنا بنحب كنيستنا ونحب إنه هاي الكنيسة تتقدم بنعمة ربنا وتصير بنعمة ربنا إلى الأمام. نهنئ صاحب السيادة الرئيس الصاغ في المطران بير باتيستا بتعيينه كأسقف وكمدبر رسولي على كنيسة البطركية اللاتينية في القدس، وكإحنا أولاد الأرض المقدسة وابن الناصري ولاتيني رعية اللاتين كنيسة اللاتينية مبسوطين جدا بهذا التعيين، وبنصلي له أنه يكون نجاح رفيقه، وإيش إحنا دائما أكيد راح نوقف لجنبه كالقائد الجديد لكنيستنا في الأرض المقدسة. فعلا في كيف أقول استعداد تام مع الجميع وبين الجميع حتى يتساعد لربنا يعطيه النعمة يبلش بمهمته وبرسالته في الأرض المقدسة بكل نجاح وبكل إخلاص، كيف هو أعلن استعداده التام انه يكون ديسبونيبل اللي عنده استعداد لاي شيء بيطلبوه منه، انه فعلا كمان نحن ككنيسه محليه بالارض المقدسه انه نساعده ونعطيه كل الامكانيات حتى فعلا يحقق مطلب البابا اللي طلبه منه. وفي اليوم التالي احتفل صاحب السيادة رئيس الأساقفة المطران بيير باتيستا بيتسبالا المدبر الرسولي على البطريركية اللاتينية في القدس وكافة الأراضي المقدسة بقداسه الأول، وذلك في كنيسة انتقال السيدة العذراء في مدينة بيرغامو الإيطالية، حيث شارك في هذا القداس عدد من الأساقفة وكهنة قادمون من الأراضي المقدسة ومن عموم المدن الإيطالية ودول العالم. وفي عظته بعد الإنجيل قال صاحب السيادة ساردا مجموعة أمثلة قالها يسوع عن معنى الضياع أو الفقدان أو الضلال، الخروف الضال، الابن الضال، الدرهم المفقود. وأضاف صاحب السيادة لقد تكلم يسوع 8 مرات عن الفقدان والضياع والضلال في الإنجيل من خلال تلك الأمثلة. واستطرد شارحا الضياع أو الضلال يعني أن نذهب إلى مكان حيث لا يجب أن نذهب، وبالتالي نجد أنفسنا في مكان ليس لنا ولا يجب أن نكون فيه. وتحدث رئيس الأساقفة الجديد عن دور الراعي الصالح وقال دور الراعي الصالح هو أن يذهب إلى حيث يوجد الخروف الضال، وهذا يعني أن يكون هو أي الراعي الصالح إن دعت الحاجة في مكان لا يجب أن يكون هو فيه، وهذا بالتأكيد بدافع الحب والتضحية من أجل إرجاع الخروف الضال. وهذا ما قام به يسوع من أجلنا حيث تنازل وسكن بيننا، أقام معنا، عاش مثلنا. وختم عظته بالأقوال أن الذبيحة الإلهية هي لحظات فرح نعيشها مع الآب السماوي، حيث يعد لنا وليمة الإفخارستية التي نقدم من خلالها الشكر لله. وبعد انتهاء مراسم القداس الإلهي تقبل صاحب السيادة التهنئة من المشاركين في هذه المناسبة العطرة متبادلين الصور التذكارية، مسطرة أجمل لحظات الخدمة الرسولية في حقل الرب أينما دعت الحاجة.